تسالونيكي الثانية 2. بعدين نطلب منكم يا إخوة، من ناحية مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا ليه، إنكم ما تتزعزعوش بسرعة عن عقلكم، وما تترعبوش لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مننا، بأن يوم المسيح جه محدش يخدعكم بطريقة من الطرق، لأنه ما يجيش لو ما جاش الارتداد الأول ويتعلن إنسان الخطية ابن الضياعة اللي يقاوم ويعلى على كل اللي يتسمى إله أو معبود، لدرجة إنه يقعد في هيكل الله زي إله وهو بيبين نفسه إنه إله. مش فاكرين اني وانا لسه عندكم كنت بقول لكم ده؟ ودلوقتي انتوا عارفين اللي بيحجزه لاجل ما يتعلن في وقته، لان سر الخطيه دلوقتي بيشتغل بس لحد ما يترفع من الوسط اللي بيحجز دلوقتي، وقتها هيتعلن الخاطي اللي الرب هيفنيه بنفخه بقه ويبطله من خلال ظهور المجيء بتاعه، اللي مجيه من خلال عمل الشيطان بكل قوه وبمعجزات وعجائب كدابة وبكل خديعة الخطية في الضيعين، لأنهم ما قبلوش محبة الحق لجل ما يتنقذوا. وعشان كده حيبعت لهم الله عمل التوهان عشان يصدقوا الكذب، لجل ما يتحكم على كل اللي ما صدقوش الحق لكن فرحوا بالخطية. وأما احنا فمفروض اننا نشكر الله في كل وقت عشان خاطركم يا إخوة يا محبوبين من الرب، ان الله اختاركم البداية عشان الإنقاذ من خلال تقديس الروح وتصديق الحق. الموضوع اللي ندهكوا لي من خلال الانجيل بتاعنا عشان تاخدوا مجد ربنا يسوع المسيح، فاثبتوا بقى يا اخوة وتمسكوا بالتعليم اللي تعلمتوها سواء كان بالكلام او بالرسالة بتاعتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا اللي حبنا وادانا تعزية ملهاش نهاية وامل صالح من خلال النعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح.